نظن باللي حنا رانا في الديبارتمون رانا ان شاء الله رانا نخدموا باش نطوروا هاد اللعبه، لان كاع الجزائريين يحبوا يلعبوا في الصاله. انا واحد نعشق هاد الكره داخل القاعات، ولكن بو لو ديفلوبمون نظن باللي رانا شويه متاخرين. والاتحاد الجزائري لكره القدم واعضاء المكتب الفيدرالي اللي نشكرهم بالمناسبه اللي عطاو لي هذه المهمه وسهلوا لي كل يعني الامكانيات باش نطوروا هاد اللعبه، باش نولوا يعني نشطوا بطوله محترمه. ولهذا اللي راني يعني هذه المقابله الثالثه، يعني الجوله الثالثه من بدايه الموسم، وان شاء الله نكملوا باش نطوروا هذه اللعبه. بون، المقابله اليوم كانت شويه صعيبه، كانت ليكيب تاع الانديه مليحه، درنا ماتش نول معاهم في استادهم، كنا قادرين نديروا خير من الريزلت هذا، ضيعنا 2-9 متر، والمهم مازال الشامبيون القدام، وان شاء الله نديروا باركور مليح احسن. فوتسال الجيريا سي ديفلوب كوم لي زوتر بي، يعني مورنج الناس نشوفوا المغرب، نشوفوا الجزائر، سمسك تونس نشوفوا. المهم دونك جو تيان سوليني بلي لا رونكونتر جاز دون ان فير بلي توتال، وهذا الشيء هو اللي نسوليني، وهذا اللي ننتظروا منه. مازال الشامبيون ان شاء الله لي ماتش الجايين ان شاء الله نزيدوا نلعبوا نربحوا ونجيبوا 3 بوان ان شاء الله. و بون ايكيب تاع اخبو يعطيهم الصحه. والنتيجه انا نشوف فيها نورمالمون مرضيه بين للفريقين نظرا للنديه اللي كانت في اللقاء. وثانيا نهضروا على كرة القدم داخل القاعة، ان شاء الله نتمناو يكون تطوير للعبة هذه، وان شاء الله المسؤولين يشوفوا للرياضة هذه.